خلال افتتاح المنتدى الحضري العالمي، الرئيس السيسي يطالب باستجابة فورية وفاعلة لوقف نزيف الدماء والدمار بالعالم والشروع في البناء والتنمية. إسرائيل تعلن حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وتحذيرات دولية من تبعات القرار ومخاطر انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة. عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إجراءات أمنية مشددة بمحيط البيت الأبيض، وتقارير إعلامية تكشف عن تصويت ما يقرب من 40% من الناخبين بشكل مبكر. بانوراما الثامنة من الليل الأخبار، أهلا بحضرتكم. تحية لحضراتكم مشاهدين الكرام إلى تفاصيل الأنباء، ولكن بعد قليل. أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر للسلطة الفلسطينية وبذلها جهودا كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق رؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في الظرف التاريخي الدقيق. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي بالقاهرة. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد تأكيد الرئيس السيسي على دعم مصر قيادة وشعبا للقضية الفلسطينية ورفض كافة أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية والعمل في الوقت ذاته على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك على هامش أعمال الدورة 12 للمؤتمر الحضري العالمي المنعقد بالقاهرة. جاء ذلك أو تضمن اللقاء تأكيد وقوة رسوخ الروابط التاريخية بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي. وفي هذا الإطار حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تأكيد استمرار الدعم المصري للسودان الشقيق على المستويات كافة للخروج من أزمته، مشددا على الموقف المصري الثابت والساعي لوقف إطلاق النار. ومن جانبه ثمن البرهان الدور المصري مشددا بالمساندة المصرية لجهود التهدئة في السودان. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية، وذلك على هامش أعمال الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي المنعقد بالقاهرة. وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي ورئيس مجلس القيادة اليمني أكدا عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر واليمن. كما شدد الرئيس السيسي على موقف مصر المستمر والداعم لوحدة واستقرار اليمن وتأييد الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة هناك. وناقش الرئيسان التطورات بمنطقتي خليج عدن والبحر الأحمر والجهود الجارية لاستعادة الاستقرار بالمنطقة، حيث أكد الرئيس السيسي رؤية مصر في هذا الشأن وعرض جهودها الرامية لتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وخفض التصعيد الإقليمي في المنطقة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن النسخة الحالية من المنتدى الحضري العالمي تأتي في وقت حاسم يواجه فيه العالم أزمات دولية متلاحقة وحروبا لها تداعيات مدمرة، وهو ما يستدعي حشد الجهود والإرادة السياسية.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في افتتاح النسخة 12 من المنتدى الحضري العالمي المنعقد بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفخامة والمعالي، رؤساء الدول والحكومات، السيدة آنا كوليديا روزباخ المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، السيدات والسادة، أرحب بكم جميعا على أرض مصر وفي عاصمتها القاهرة التي تم تأسيسها منذ أكثر من 1000 عام لتكون واحدة من أهم الحواضر وأعرق عواصم العالم، مما كان دافعا لاختيارها لاحتضان النسخة 12 من المنتدى الحضري العالمي بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير أساليب بناء مدن أفضل لتحسين حياة ملايين من البشر، لا سيما في ضوء ما تشهده المدن والتجمعات السكنية من تحديات غير مسبوقة تتعلق بالنمو السكاني السريع وتغير المناخ وندرة المياه والتنمية المستدامة وفقدان المسكن وتوفير التمويل اللازم، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لمواجهتها. الحضور الكريم، تأتي هذه النسخة من المنتدى في وقت حاسم يواجه فيه العالم أزمات دولية متلاحقة وحروبا لها تداعيات مدمرة على المدن والتجمعات السكانية وعلى كل مناحي الحياة فيها، وهو ما يستدعي حشد الجهود والإرادة السياسية لإحلال السلام ووقف النزاعات والصراعات وتركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة الإعمار والبناء، إذ يستحيل البدء في أي خطوات جادة لمواجهة التحديات الحضرية في مجتمعات تعاني من الحروب والاقتتال والنزوح والمجاعة والمرض. ولعل ما تشهد منطقة الشرق الأوسط من حروب وصراعات، خاصة الحرب الدائرة في قطاع غزة ولبنان، خير مثال على الخسائر الفادحة التي تتكبدها الدول جراء إعلاء صوت الحرب والصراع على حساب السلام والاستقرار. إن المعاناة اليومية التي تعيشها شعوب تلك الدول تتطلب استجابة فورية وفعالة لوقف نزيف الدماء والدمار والشروع في البناء والتنمية، وتحرص مصر دائما على تقديم كل سبل الدعم لأشقائها لوقف العنف وتخفيف حدة التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه. السيدات والسادة، رغم ما يحيط بنا من أزمات، حققت مصر في السنوات الماضية إنجازات كبيرة في مجالات العمران والتنمية الحضرية بما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية رؤية مصر 2030، حيث تم تنفيذ مبادرات ومشاريع ضخمة على رأسها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والمناطق العشوائية، ومبادرة تكافل وكرامة لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، ومبادرة سكن لكل المصريين التي تعد أكبر مشروع إسكان اجتماعي موجه لمحدود الدخل في مصر والعالم بأسره. كما قامت مصر بإنشاء جيل جديد من المدن يتبنى معايير الاستدامة والذكاء الرقمي، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة ضمن 22 مدينة أخرى تم بناؤها بشكل متزامن في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تدشين مشروعات لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة وغير الآمنة، فضلا عن تحديث وسائل النقل والمواصلات.
واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أعلن عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة في مجالات التحضر استنادا إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة. السادة الحضور، يمثل المنتدى الحضري العالمي منصة مثالية لتدشين حوار مثمر وفعال بين جميع الفاعلين المعنيين حول كيفية تحسين أوضاع التجمعات البشرية وتعزيز التنمية الحضرية، ويتطلب هذا الأمر مشاركة فعالة من كل الأطراف المعنية من المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات لعقد شراكات وصياغة سياسات واستراتيجيات تعكس احتياجات وتطلعات الشعوب في حياة كريمة ومستقبل أفضل. وقبل أن أختتم كلمتي، أعرب عن تطلعي إلى أن يكون هذا المنتدى خطوة مهمة على طريق تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتعزيز الشراكات الدولية من أجل حلول مبتكرة وتوصيات عملية تسهم في مواجهة تحديات التنمية الحضرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أشكركم جميعا وأتمنى لكم التوفيق والسداد في أعمال المنتدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطة الفلسطينية تواجه تحديات واسعة لتحقيق التنمية في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس الفلسطيني أمام المنتدى الحضري العالمي المنعقد حاليا في القاهرة. تشارك دولة فلسطين هذا العام في المنتدى الحضري العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة في ظل الدمار وجرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم سرقة الأرض والموارد الطبيعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في كل من قطاع غزة. في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، إن هذا يفرض علينا تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية الحضرية المستدامة
في أكثر من 60% من أرض الضفة الغربية وكامل مدينة القدس الشرقية، عدا عن تدمير أكثر من 80% من مساكن ومرافق ومستشفيات ومدارس قطاع غزة، علاوة على استشهاد وجرح أكثر من 150,000 فلسطيني. كما طالب الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي بالتصدي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ودعا عباس إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني، وكذا التصرفات كأنها سلطة فوق القانون. إن المجتمع الدولي مطالب بوقف دولة الاحتلال عند حدها ومحاسبتها ومعاقبتها على جرائمها، وتصرفاتها كأنها سلطة فوق القانون الدولي. أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أعرب عن سعادته بالإنجازات المتتالية التي حققتها مصر في مجال النهضة الحضرية في فترة شديدة الدقة شهدت تطورات على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني خلال كلمته أمام المنتدى الحضري العالمي، أوضح أن مصر أثبتت قدرتها على التحول وتحويل التحديات إلى فرص وإمكانيات. لقد تابعنا ببالغ السعادة الإنجازات المتتالية التي حققتها مصر في مجال النهضة الحضارية، وحققت نهضة حضارية وتنموية شاملة في فترة شديدة الدقة شهدت تطورات على المستويين الإقليمي والدولي، وأثبتت قدرتها على التحول وتحويل التحديات إلى فرص وممكنات، وتحقق ذلك في ظل وجود الإرادة ووجود القيادة الواعية والمدركة لمطلوبات المرحلة. ومن جهته قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي إن اختيار القاهرة لإقامة هذا الحدث يعد أفضل تجسيد لأهداف المنتدى الحضري العالمي. وأشار العليمي إلى ضرورة الاستفادة من التجربة والشركات والخبرات المصرية في إعادة بناء بلاده. قد كان اختيار القاهرة لاستضافة هذا الحدث الأممي الهام أفضل تجسيد لفلسفة وأهداف المنتدى الحضري العالمي، حيث مثلت هذه المدينة العريقة رمزا للثراء العمراني على مر التاريخ، والذي زاد تنوعا وتوظيفا لخدمة الإنسان واقتصاده الوطني خلال السنوات الماضية من عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقود نهضة عمرانية وحضرية فريدة في تاريخ المنطقة. لذلك سيكون من الأمثل استفادة بلداننا من هذه التجربة الرائدة في مقاربة الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالتنمية الحضرية وإعادة إعمار مدننا، استعانة بتجارب الشركات والخبرات والعقول المصرية التي أسهمت في صناعة هذا التحول الحضري والإنمائي العظيم. وأمام المنتدى الحضري العالمي في القاهرة، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن التقدم الحقيقي يأتي من المستوى المحلي الداخلي. وطلب الأمين العام للأمم المتحدة خلال كلمته التي ألقاها في المنتدى الحضري العالمي بضمان توفير السكن الملائم والآمن وميسور التكلفة للجميع ودعم البلدان النامية في تخطيط وتنفيذ المدن. دعا عمدة لاهاي جان فان زنن خلال كلمته في افتتاح المنتدى الحضري العالمي في دورته 12، دعا النظام العالمي إلى تعزيز الالتزامات المستقبلية وانضمام الحكومات المحلية الإقليمية في حوار يتعلق بالحوكمة والتمويل. كما أكد خلال كلمته على الدور الخاص بالأجندة الحضرية الجديدة من أجل تحقيق التحول من القاعدة إلى القمة.
نحن ندعو النظام العالمي لتعزيز الالتزامات المستقبلية وأيضا انضمام الحكومات المحلية والإقليمية في حوار يتعلق بالحوكمة والتمويل. يتعين علينا أن نؤكد الدور الخاص بالأجندة الحضرية الجديدة من أجل تحقيق التحول من القاعدة إلى القمة. كل هذا من خلال التوطين. سيكون هناك فرصة للوصول إلى المساكن ومواجهة الطوارئ المناخية وأن يكون لدينا نظام إيكولوجي متوازن ووضع المجتمعات في قلب بيئة آمنة ومستدامة ومستقبل آمن ومستدام يحقق الأحلام والأمال. من جانبها قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات أنا كلوديا روسباخ، قالت إن المنتدى أصبح متطورا وناجحا خاصة مع مشاركة ما يقرب من 182 دولة في هذه النسخة. نحن قد وصلنا بالفعل إلى خطوة مهمة جدا في رحلة هذا المنتدى، فإنه أكبر منتدى في تاريخه. لقد شهدنا تطورا عظيما وأصبح مرئيا للجميع، وأنا أيضا أعتقد أن هذه الضخامة لهذه المنتدى في هذه المرة أنه يحدث في القاهرة، هذا المكان المملوء بالحضارات وبالتاريخ، وأنه أيضا لديه قيم اجتماعية واقتصادية كبيرة، وأيضا إن مدننا تنظر إلى المستقبل وإلى التكنولوجيا وتفهم أهمية الأرض والمدن. حقا إن المنتدى الحضري العالمي هو من أهم أصولنا في مأوى الأمم المتحدة، وأيضا نحن نجتمع جميعا على هذا، وأننا نلتزم تماما أن نحافظ على هذا المنتدى ونجعله أيضا أكثر قوة وأن يكون عمودا أساسيا للتنمية الحضرية حتى عام 2029. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا من مركز المنارة للمؤتمرات مراسل النيل الأخبار علاء رشوان. علاء أهلا بك. وإذا انطلقت اليوم الجلسة الافتتاحية للمنتدى الحضري العالمي المنعقد في القاهرة الآن وعلى مدار 4 أيام، حدثنا عن أبرز ما رصدته خلال هذه الجلسة الافتتاحية. تحياتي. اليوم الأول أوشك على الانتهاء بعقد عدد كبير من ورش العمل والدوائر المستديرة والندوات والاجتماعات المصغرة بين عدد من الأطراف المشاركة في هذا المنتدى. بدأ هذا النشاط حتى قبيل الافتتاح الرسمي الذي حضره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعكس عدد كبير من المحاور التي يركز عليها عمل هذا المنتدى، محاور هامة للغاية، بداية من تطوير التجمعات العمرانية البشرية ومرورا بمناقشة سبل حلحلة عدد كبير من القضايا والتحديات التي تواجه التنمية العمرانية والبشرية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وانتهاء بصياغة استراتيجية تتكامل مع خطط التنمية المستدامة في عدد كبير من الدول المشاركة في هذا المنتدى الهام. أبرز ما جاء خلال اليوم الأول هو الكلمة الهامة التي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية لانطلاق هذا المنتدى بفعالياته انطلاقا رسميا. كلمة هامة استعرض خلالها السيد الرئيس عدد كبير من المحاور التي تتعلق بتفعيل الاستراتيجيات الوطنية للتنمية العمرانية في عدد كبير من الدول، أيضا إلقاء الضوء على التحديات الراهنة التي تواجه التنمية العمرانية والتنمية البشرية بشكل عام. نتحدث عن التحديات المناخية، تغيرات البيئة، ندرة المياه، النمو السكاني السريع، نقص التمويل لعمليات التنمية العمرانية، بالإضافة أيضا إلى القضايا الأخرى التي ألقى السيد الرئيس الضوء عليها من خلال التجربة المصرية الملهمة. تحدث السيد الرئيس عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية وأيضا إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر. السيد الرئيس قال إن هذا المنتدى يمثل فرصة كبيرة وهامة لتبادل وجهات النظر وتبادل الرؤى والخبرات فيما يتعلق بتطوير التجمعات العمرانية، وأيضا العمل على دمج الاستراتيجيات الوطنية ضمن الرؤى الوطنية لكل دولة في ما
يتعلق بالتنمية البشرية والعمرانية بشكل عام. أيضا خلال اليوم برز عدة نشاطات هامة واجتماعات ودوائر مستديرة وندوات تتعلق بدور المرأة في التنمية العمرانية، التحديات التي تواجه الأطفال في مناطق النزاعات والحروب فيما يتعلق بتطوير هذه التجمعات السكانية العمرانية، وأيضا دور القطاع الخاص والمجتمع المدني بالشراكة مع الحكومات لإقرار عمليات التنمية المستدامة. في واقع الأمر إقبال شديد وإقبال كثيف للغاية لحضور هذه النسخة الهامة من نسخ انعقاد هذا المنتدى الذي يعقد لأول مرة في عاصمة لدولة إفريقية منذ 22 سنة. نتحدث هنا عن الدور الهام الذي تطلع به الدولة المصرية والقاهرة في عدد كبير من المجالات التنموية البشرية، سواء فيما يتعلق بالعمران، يتعلق بخطط التنميات المستدامة، وأيضا الإقبال الشديد على الاستماع للصوت المصري خلال كل هذه الفعاليات انعكاسا لنجاح الرؤية ونجاح التجربة المصرية الملهمة في الحديث عن التنمية العمرانية. تحديدا الكل يتحدث عن 22 مدينة ذكية تم إنشاؤها خلال 10 سنوات الماضية في مقدمتهم العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة. الجميع يتحدث هنا عن خطة التنمية المستدامة حتى عام 2030 التي تتبناها الدولة المصرية فيما يتعلق بالقضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة. يتحدثون عن المبادرات المصرية الهامة التي أطلقت مثل تكافل وكرامة، حياة كريمة لتطوير الريف المصري، سكن لكل المصريين بصفتها أكبر مبادرة لتوفير السكن في مصر وفي العالم. هناك إشارات قوية للغاية بأن هذا المنتدى سوف يخرج خلال هذه الأيام الأربع بعدد كبير من التوصيات وربما الوثائق، كما قالت مديرة البرنامج الأممي للمستوطنات البشرية أنا كلاوديا روزباخ عندما تحدثت عن أن هناك وثائق هامة ستخرج عن هذه النسخة تتحدث عن سبل إقرار عمليات التنمية المستدامة خاصة التنمية العمرانية. نعم، يعني إذن هو مواجهة أو بحث مواجهة التحديات والخروج بحلول إيجابية خلال هذا المنتدى. شكرا جزيلا على هذه المتابعة الزميل علاء رشوان مراسل النيل الأخبار، كنت معي مباشرة من مركز المنارة للمؤتمرات. كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد أن اختيار القاهرة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي يعكس الثقة بقدراتها على تنظيم الأحداث الكبرى، كما يعد رسالة تقدير من الأمم المتحدة لمدينة القاهرة. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي قبيل انطلاق فعاليات النسخة 12 للمنتدى الحضري العالمي أن هذا المنتدى يعد ثاني أكبر حدث للأمم المتحدة تنظم هذه المنظمة بعد مؤتمر المناخ. والحقيقة أنا سعادتي يعني النهاردة مشتركة، يعني ويمكن عدد كبير من الحاضرين لا يعلم أن أنا قبل ما تولي مسؤولية وزارة الإسكان كوزير إسكان ثم رئيس وزراء أنا كنت بنتمي للهابيتات، أنا كنت مدير إقليمي للدول العربية في منظمة الهابيتات. والحقيقة من هذا الوقت وكنا بنسعى ان مصر تستضيف هذا المنتدى، فالحمد لله ان النهاردة يعني يشاء القدر ان انا ابقى موجود وانا رئيس وزراء مصر مع هذه المنظمة وبنحتفل بتنظيم هذه الفعالية داخل مدينة القاهرة. الشيء ايضا المهم اللي لازم حضراتكم تبقوا عارفينه ان الهابيتات لما كانت بتنظم هذه النوعية من المنتديات في الغالب بتفضل ان تكون في مدينة ثانوية او مدينة صغيرة، لان بيبقى عندهم دايما تخوف ان تنظيم هذه الفعالية في مدينة عاصمة دولة دايما بيبقى لديها المشاكل والتحديات وممكن تخلق ضغط على يعني الحركة داخل المدن، فدائما كانوا يفضلوا التنظيم هذه الفعالية في مدينة صغيرة علشان يبقى تأثيرها مش كبير، ولكن كان اختيار القاهرة في حد ذاته تحدي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر لديها واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم في تطوير وتنمية المناطق غير الآمنة. وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يخرج المنتدى بنتائج مهمة ذات تأثير مباشر على التنمية الحضرية. قاهرة 22 مليون نسمة، فإن النهاردة يعني تنظم فيها هذه الفعالية ويبقى هناك ثقة إن حركة الدخول والخروج وانتظام وتنظيم الفعاليات لهذا المنتدى بتواجد عدد ضخم جدا زي ما حضراتكم سمعتوا الأسماء 37 ألف مسجل،
عندنا 72 وزير، عندنا 96 محافظ وعمدة مدينة، بالإضافة إلى المختلف يعني ممثلي المجتمع المدني، قطاع الخاص، الحكومات. كل ده كان هيمثل تحدي لهذه المدينة عشان نقدر ان احنا نضمن الحركة من وإلى مقر المنتدى. ولكن الحمد لله نتيجة للجهود الكبيرة جدا اللي اتعملت في محافظة القاهرة تحديدا وفي مصر بصفة عامة في مشروعات النقل الحضري والبنية الأساسية وكل المشروعات الكبيرة، احنا لدينا الثقة والحمد لله ان هذا المنتدى هيبقى قصة نجاح بإذن الله. كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد افتتح صباح اليوم المعرض المقام على هامش المنتدى الحضري العالمي، وأقام بجولة تفقدية داخل أروقته. رافق رئيس الوزراء خلال هذه الجولة وزيراء التنمية المحلية والإسكان ومندوب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومحافظ القاهرة. ويضم المعرض أجنحة الدول المشاركة في أعمال المنتدى التي تبرز مشروعاتها وجهودها في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية. وعلى هامش أعمال المنتدى الحضري العالمي التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية. وأعرب الدكتور مدبولي عن الاستعداد للتعاون مع الجانب القطري في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق مصلحة البلدين الشقيقين، كما تم استعراض أطر التعاون الثنائي بين البلدين وكذا بين الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي في البلدين. من جانبها نقلت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية تحيات الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما قدمت الشكر لرئيس الوزراء على التوجيه بتقديم كل أوجه التيسيرات والدعم لزيادة التعاون المشترك بين البلدين. وعلى هامش المنتدى الحضري العالمي استقبل وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي وزير الدولة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية. وأشاد عبد العاطي بما وصلت إليه العلاقات المصرية الألمانية من مستوى متميز في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، معربا عن تقدير مصر لألمانيا كأحد أكبر شركائها، وهو ما ينعكس في مساهمة الشركات الألمانية في تنفيذ المشروعات القومية في مصر. كما أكد وزير الخارجية الأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات الثنائية مع الجانب الألماني في شتى جوانبها، لا سيما مجالات التنمية والطاقة والطاقة المتجددة والتعليم والتدريب المهني. أعرب الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة عن دعم مصر الكامل للمؤسسات السودانية، مشددا على ضرورة احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه. كذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع وزير خارجية السودان المكلف الجديد الدكتور علي يوسف أحمد الشريف، حيث استعرض الوزيران مستجدات الأوضاع الداخلية في السودان. كذلك تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وأكد محورية المياه بالنسبة لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب. كما قدم الوزير عبد العاطي التهنئة للوزير الجديد بمناسبة توليه مهام منصبه، مؤكدا خصوصية العلاقات المصرية السودانية. أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي الحرص على تعزيز العلاقات المصرية الكندية في كافة المجالات وعلى رأسها المجالين الاقتصادي والتجاري. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية وفدا من مجلس الأعمال المصري الكندي، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة لمجالس الأعمال. وأعرب عبد العاطي عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم لمجلس الأعمال المصري الكندي لتعزيز دوره لجذب الاستثمارات الكندية ودعم الصادرات المصرية إلى كندا، لا سيما مع الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق الأهداف التنموية. هذا وقد عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لقاء افتراضيا مع برج
براندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وأشار إلى أهمية استثمار هذه الزيارة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين من خلال مبادرات وأفكار مبتكرة لدعم جهود التنمية في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات، لا سيما في المجالات ذات الأولوية للجانب المصري، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الرقمي والأخضر وتوطين الصناعة. كما تناولت المحادثات تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد عبد العاطي أن تفاقم التوتر في المنطقة ألقى بالظلال على بيئة الأعمال والاستثمار، كما أثر على حركة الملاحة في قناة السويس. تجري مصر اتصالات سياسية ودبلوماسية مكثفة تؤكد من خلالها الرفض القاطع للعدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة. في هذا الإطار يجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة لمصر للدفع باتجاه وقف إطلاق النار وتجسيد حل الدولتين. في المقابل تتواصل ردود الفعل العربية والدولية الرافضة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، ما قد يؤدي لانهيار العمل الإنساني في قطاع غزة. المزيد من التفاصيل مع زميلة سحر صبري. سحر تفضلي. شكرا فوزي. بالفعل مشاهدينا الكرام، هذا الملف يختص بشيء من التفصيل بالجهود المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة ما يتعلق بملفي غزة ولبنان. في هذا الإطار أكد وزير الخارجية والهجرة دكتور بدر عبد العاطي رفض مصر القاطع للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في قطاع غزة وعرقلة إنفاذ المساعدات الإنسانية. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل أرو، شدد وزير الخارجية على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية على خطوط 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تناول الوزيران مسألة الشغور الرئاسي في لبنان وأهمية سرعة انتخاب رئيس توافقي، فضلا عن ضرورة احترام السيادة اللبنانية ووحدة وسلامة أراضيها. شدد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي على ضرورة اتخاذ كافة الأطراف بالإقليم خطوات تسهم في منع التصعيد بالمنطقة وتحقيق التهدئة. وخلال اتصال هاتفي مع عباس عرقي وزير خارجية إيران، جدد عبد العاطي إدانة مصر لكافة الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. كما بحث الجانبان التطورات على صعيد المشهد اللبناني والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد عبد العاطي موقف مصر بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد دون تدخلات خارجية. كما استعرض الجهود المبذولة من جانب مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة. طلع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الرئيس الفلسطيني محمود عباس أطلعه على الاتصالات التحضيرية الجارية للإعداد للقمة العربية الإسلامية المشتركة. كما استمع من سيادته حول أولويات فلسطين خلال مناقشات القمة. جاء ذلك خلال اللقاء أبو الغيط وعباس على هامش زيارة الرئيس الفلسطيني الحالية لمصر. اللقاء تناول تطورات الأوضاع في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وجهود الدفع تجاه وقف إطلاق النار، وتناول أيضا الجهود العربية المبذولة من أجل تجسيد حل الدولتين وزيادة عدد الدول المؤيدة لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وكذلك زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين كدولة مستقلة.
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة رفض المجتمع الدولي لإجراءات إسرائيل التصعيدية المتعلقة بمنع أنشطة وكالة الأونروا، وشدد العاهل الأردني على ضرورة مضاعفة المساعدات الإغاثية إلى غزة وضمان وصولها بكل الطرق الممكنة، مؤكدا ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان باعتباره مطلبا أساسيا لتجنب توسع الصراع في المنطقة، وجدد التأكيد على أهمية العمل بشكل فاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أن حظر إسرائيل أنشطتها قد يؤدي إلى انهيار العمل الإنساني بقطاع غزة والذي دمرته آلة الحرب الإسرائيلية. من جانبه أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن القرار الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني. مزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من رام الله سيادة اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين للأمن القومي. سيادة اللواء مساء الخير. مساء النور أهلا وسهلا. يعني تستمر الجهود الدبلوماسية والسياسية من مصر وأيضا من العديد من الدول أو المجتمع الدولي للوصول إلى إنهاء الاعتداء الإسرائيلي على الدولة الفلسطينية، هل تعتقد في ظل يعني كل هذه الجهود من الممكن الوصول إلى هدنة ما بين الطرفين؟ يعني أول شيء يعني مصر منذ يعني قبل يعني 7 أكتوبر منذ انطلاق الثورة الفلسطينية وهي تدعم القضية الفلسطينية ولم تعلم جهدا إلا كانت يهب يعني بجانب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. ومصر يعني دائما أبدا يعني رئيسا وحكومة وشعبا دائما بجانب يعني الشعب الفلسطيني، وهذا الموقف معروف وواضح لهم. ومصر يعني هي من أكثر الدول يعني الإقليمية هي الآن معنية بوقف شلال الدم ووقف الحرب القائمة على الشعب الفلسطيني، وهي يعني ودائما وأبدا هناك تنسيق كامل ما بين القيادة الفلسطينية والمصرية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني. وكذلك يعني هم بيصيروا مسارين، مسار على الصعيد العربي ومسار على الصعيد الإقليمي وعلى المصاعد الدولي من أجل وقف العدوان. فبالتالي هناك مبادرات عديدة من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ولكن نتنياهو ما زاد يضرب بعض الحائط كافة يعني القرارات الدولية وكافة المبادرات الإقليمية، لأنه نتنياهو ينتظر الآن، نحن كما نعلم والجميع يعلم أنه الانتخابات ينتظر نتائج الانتخابات الأمريكية، وأعتقد أنه يعني يعني ما بعد الانتخابات الحرب ستستمر يعني لفترة ما، ولكن بالنهاية لا يوجد حرب مدى الحياة أو دائمة. فبالتالي يجب يعني الآن المبادرات العربية والمبادرات الآن الموجودة هي انسحاب العدوان وعقد مؤتمر دولي من أجل حل الدولتين. وأعتقد أنه غالبية الدول العظمى هي مع هذا الحل، حتى الحزب الديمقراطي مع هذا الحل، ما عدا ترامب يعني هو الذي يرفض هذا الحل ونتنياهو.
ولكن بالنهاية إسرائيل يجب عليها أن تخضع للإرادة الدولية وتخضع للقوانين الدولية. ماذا تستفيد فلسطين من الإجراءات القانونية التي تمت يعني أيضا جنوب إفريقيا وانضمام عدد كبير من الدول إلى دعوة المقدمة لجنوب إفريقيا وأيضا بعض الدول واعترافها بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة وأن دولة فلسطين تكون دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية؟ يعني هذا الزخم الدولي تجاه السياسة تجاه هذه القضية بماذا يفيدها؟ يعني بفيدنا يعني إذا تم اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين كدولة كاملة العضوية، هلا كمان احنا تقدم فلسطين بعد ذلك انها هي دولة تحت الاحتلال، فالمجتمع الدولي يصبح مجبرا على اجبار اسرائيل بالانسحاب من كافة الاراضي الفلسطينية حسب القانون الدولي، والا معناته الا اذا هذا لم تجبر اسرائيل هذه الجمعية العامة ومجلس الامن، معنى ذلك نحن نعيش في شريعة غاب. يعني لماذا وجدت الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة وجدت من أجل الأمن والاستقرار الدوليين، فبالتالي أعتقد هذا المسار السياسي، هذا المسار السياسي مهم جدا، إنه هذا المسار السياسي هو لأن إسرائيل بالنهاية تمت يعني عندما أنشأت إسرائيل أنشأت بناء على قرار روح 8-1، فبالتالي على قرار تقسيم من الأمم المتحدة، فبالتالي على إسرائيل الآن أن تستجيب للقرارات الدولية، وأعتقد أن إذا إسرائيل لم تستجيب للقرارات الدولية على المجتمع الدولي وعلى الدول العربية والدول الإسلامية أن تدعم في قرار في مجلس الأمن نحو أنه البند السابع في مجلس الأمن من أجل الضغط على إسرائيل. لماذا طبق البند السابع على بعض الدول المطبقة على إسرائيل؟ هل إسرائيل هي خارجة عن النطاق، خارجة عن المنظومة الدولية؟ فبالتالي على إسرائيل أن تنصاع بما أنها هي ضمن هذا المجتمع الدولي وتريد أن تعيش في أمن واستقرار وسلام، فبالتالي عليها أن تنصاع لهذه القرارات. وأعتقد أن نتنياهو ما بعد الانتخابات على الولايات المتحدة، أعتقد أن الدول العربية كمان لا سيكون لها دور أكثر تأثيرا وأكثر إيجابية نحو الضغط على الولايات المتحدة من أجل إجبار إسرائيل على وقف العدوان والعودة إلى مؤتمر دولي وإنهاء وحل القضية الفلسطينية، لأنه بالنهاية زي ما رأينا بالمؤتمر الذي عقد اليوم، لأنه لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في ظل حرب. الأمن والتنمية بحاجة إلى سلام، بحاجة إلى استقرار، جميع الشعوب العربية والشعوب اللي هي بحاجة إلى استقرار ولا أمن وتنمية، بالتالي كيف نحصل على تنمية ونحصل على دون أمن واستقرار؟ تمام، شكرا جزيلا، كنت معنا من رام الله سيادة اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين للأمن القومي. وأيضا استشهد 27 فلسطينيا في غارات إسرائيلية استهدفت مختلف أنحاء قطاع غزة منذ فجر اليوم، وأكدت تقارير إعلامية فلسطينية أن 16 شهيدا منهم سقطوا شمالي قطاع غزة. هذا ووصل جيش الاحتلال قصف منازل المواطنين في بيت لهيا ومنطقة الصفطاوي شمالي القطاع ووسط القطاع. استهدفت طائرات الاحتلال منزلين شمال مخيم النصيرات وجنوبي القطاع، أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد وإصابة عدد من المدنيين في قصف من مسيرة للاحتلال استهدفت منزلا في إحدى المناطق بمدينة خان يونس. انتهى ملف الثامنة، ولكن أخبار الثامنة ما زالت مستمرة مع حضراتكم مع الزملاء فوزي غد الله وفاطمة نبيل، إليكما. أشكرك الزميلة سحر صبري، ونتواصل مع حضراتكم مشاهدينا في عرض الأنباء، حيث يدخل سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية يومه الأخير مع سعي حملتي المرشح الجمهوري ترامب والمرشحة الديمقراطية هاريس لحشد المؤيدين للمشاركة في العملية الانتخابية خلال الساعات الأخيرة المتبقية، وخاصة في ولاية بنسلفانيا التي تعد إحدى أهم الولايات المتأرجحة. وكان ترامب وهاريس قد أجريا حملات انتخابية في الولاية، ويحاول ترامب حشد مؤيديه في ولاية كارولينا الشمالية، كما وجهت هاريس خطابها الختامي للمسيحيين في كنيسة تاريخية وللأمريكيين العرب في ولاية ميشيغان. ولا تزال استطلاعات الرأي تظهر التقارب الشديد لفرص كل من هاريس وترامب، مع إدلاء أكثر من 77 مليون ناخب بأصواتهم بالفعل في التصويت المبكر.
أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن نحو 40% من الناخبين الأمريكيين أدلوا بأصواتهم بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. هذا وتؤكد التقارير أن السلطات الأمريكية تفرض إجراءات أمنية مشددة في محيط البيت الأبيض استعدادا لانتخابات الرئاسة الأمريكية، ويخشى الأمريكيون من انتشار أعمال العنف أثناء أو عقب إجراء الانتخابات، أسوة بما شهدته الانتخابات الأخيرة في عام 2020، وما دفع أصحاب المحال التجارية إلى غلق الأبواب حتى لا تتعرض للسرقة. هكذا بدت العاصمة واشنطن قبل يوم من الانتخابات الرئاسية الأمريكية. المتاجر أغلقت أبوابها بألواح خشبية تخوفا من أعمال عنف قد تصاحب عملية الاقتراع أو بعد إعلان الرئيس الجديد للولايات المتحدة. وتحسبا لأعمال شغب، فضل أصحاب هذه الأعمال الإغلاق التام لحماية أموالهم من السرقة ولعدم إحداث تلفيات قد تكلفهم الكثير. وقد أقدم هؤلاء على ذلك بعدما أصدر كل من وكالة الاستخبارات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارة الأمن الداخلي تعليمات مشددة من أن أعمال عنف وشغب قد تطال الناخبين والأسواق وأماكن الاقتراع. وقد وثقت عدستنا هذه اللقطات الحصرية التي تعكس خوف السلطات الأمريكية من وقوع ما لا يحمد عقباه، وآثرت إغلاق مداخل البيت الأبيض بمتاريس حديدية من كافة الاتجاهات والطرق المؤدية إلى شارع بنسلفانيا حيث مقر البيت الأبيض، الأمر الذي جعل المواطنين في حالة ترقب وحذر. هذا العام لدينا انتخابات مفزعة، إنها أسوأ انتخابات رأيتها في حياتي، فالانقسامات هي الغالبة. ولمسنا من خلال تواجدنا في الشارع الأمريكي أن المواطن مهتم بالقضايا الداخلية بشكل كبير، وفي مقدمتها الاقتصاد والصحة والهجرة غير الشرعية، كما أنه يريد من ينعش أسواق المال وإعادتها إلى مستوى أفضل في ظل معاناة الكثيرين في توفير متطلبات الحياة. كلا المرشحين ليس بالأفضل لبلدنا ولا لتحقيق مصالحنا التي نطلبها. بحسب الخبراء الأمنيين هنا، فإن العنف السياسي المتمثل في محاولة اغتيال أحد المرشحين أشعل انتخابات 2024، محذرين من أن المخاطر المحتملة ترتفع بعد يوم الانتخاب. الذي يترقب فيه الأمريكيون الساكن الجديد للبيت الأبيض، اتخذت الأجهزة الأمريكية تدابير أمنية قصوى تحسبا لأعمال شغب أو أعمال عنف مصاحبا لعملية الاقتراع وإعلان نتيجة الفائز بمنصب الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. من واشنطن، إيمان التوني، قناة النيل للأخبار. وللمزيد من متابعة اللحظات الأخيرة من ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ينضم إلينا عبر الهاتف موفد النيل للأخبار الزميل عمرو عبد المجيد. عمرو، تحياتي. يعني وأنت في واحدة من أهم الولايات الانتخابية الأمريكية على الإطلاق، يعني كيف ترصد اللحظات الأخيرة قبل انطلاق ماراثون الانتخابات الأمريكية؟ تحياتي ليك فوزي بداية. وبالطبع بنسلفانيا هي ستكون الطريق للسيد أو سيدة القصر خلال هذه الانتخابات، هي الفيصل الأساسي لجري الانتخابات ستكون ولاية بنسلفانيا المترجحة وبشدة. فوزي، لو تحدثنا عن مجمل الولايات السبع المترجحة وفي آخر استطلاع للرأي صدر منذ قليل عن وكالة سي إن إن، يؤكد تقارب كبير جدا ما بين ترامب وما بين هاريس في الولايات المترجحة. عدد القاعد 93 بالنسبة للمندوبين في هذه الولايات إجماعا، وبالطبع هناك النسبة الأقرب في ولاية بنسلفانيا بحسب استطلاع الرأي الخاص بولاية بوكالة سي إن إن، بأن هاريس وترامب يحصلون على 48% بالتساوي ما بين الاثنين. أما في نورث كارولينا فترامب 16 48% لهاريس و 46% لصالح ترامب. ميتشيغان 15 صوتا يتساوى هاريس وترامب في كل منهما ب 47 نقطة. أما ولاية ويسكونسن 10 أصوات، هاريس تتقدم ب 49% على 47% لصالح ترامب. أما ولاية أريزونا هي تتمتع ب 11 صوتا، فترامب يتقدم بشكل واضح وأريحية شديدة في هذه الولاية 49 صوتا مقابل
45 لحارس. أما ولايتي برضه 6 أصوات حارس تتقدم ب 49 مقابل 46 لترامب. هذا بالطبع استطلاع للرأي لو كانت سي ان ان آخر استطلاع ورد عندنا، وهذا يعكس التقارب الشديد ما بين ترامب وما بين هاريس في هذه الانتخابات. لكن على كل حال فوضي هذه الولاية ولاية بنسلفانيا هي دائما ما تكون الطريق أمام ساكن البيت الأبيض لتحسم الولايات المتحدة الأمريكية وانتخاباتها، وأن يكون الرئيس من خلال هذه الولاية من يستطيع أن يكسب هذه الولاية سيكون هو الرئيس. بالطبع ننتظر بعد قليل مؤتمر انتخاب حاشد وهام للمرشحة الديمقراطية كمالا هاريس بتوقيت الولاية، يكون في تمام الساعة 5:30 تقريبا. هذا في محاولة لحجب أمطار للديمقراطيين في هذه الولاية التي ربما ما تصوت من نظام طويل الديمقراطيين، لكن الجمهوريين استطاعوا أن يكسبوا هذه الولاية في عام 2016 وهي تتأرجح بشدة حتى الآن. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للزميل عمرو عبد المجيد موفد النيل للأخبار من ولاية بنسلفانيا الأمريكية. شكرا جزيلا. متواصلون مع حضراتكم مشاهدين الكرام في مجموعة من الأنباء المحلية أيضا، ونتحول إلى الزميلة شيرين الوكيل. إليك شيرين. شكرا فاطمة. شكرا فوزي. شهدت أسعار الأسماك انخفاضا بأكثر من 20% بالأسواق، وقال تجار التجزئة أن سعر السمك البلطي يتراحم بين 70 إلى 85 جنيها بدلا من 100 جنيه للكيلو. هي إشارة للتخفيض إذن، فبعد أن وصلت الأسماك الشعبية إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار بدأت في الانخفاض، فسعر كيلو البلط انخفض لأكثر من 20 جنيها ليصل إلى 70 جنيها بحسب تجار التجزئة. البلط النهارده ب 70 و 75. خد يا محمد. دوت 75 واللي هناك ده ب 70. الأسعار ابتدت تريح من بعد ما كان ب 100 النهارده ب 75. الأسعار التي شهدت انخفاضا ملحوظا في الأيام الماضية جاءت بعد جهود حكومية أتت بثمارها على المواطن الذي وجد في الحمد تميمة يومية. والله الأسعار الحمد لله ابتدت تنزل سنة سنة، يعني الأول كان بلطي مثلا كان ب 100 جنيه، النهارده مثلا ب 75 وب 70 وب 85 تقريبا، والأسعار نأمل من الله إن هي تنزل أكتر من كده بإذن الله. كان ب 95 ودلوقتي ب 85. غير أن ما يؤرق تجار تجزئة الأسماك هو النقل، فبحسب الكثيرين منهم فإن كيلو السمك الواحد يتكلف أكثر من الاثنين من الجنيهات، وبالنظر إلى حديث البعض منهم فإن رفع السعر بهذا الحد يبدو غير مواتي للتكلفة. البوكسة بتتكلف علينا لغاية ما تيجي نقطة البوكسة بس اللي هي 25 كيلو وتصرف 50 جنيه بس مواصلات بمشالها في السوق لغاية هنا. هناك بدفع عليها 10 جنيه مشال و10 جنيه تلج ادي 20 جنيه و30 جنيه مشالها عشان تيجي هنا اهوت ادي 50 جنيه مشال البوكسه بس، يعني في كل بوكسه لو جايب الكيلو دوت ب 50 جنيه يقف عليا انا ب 52 جنيه. صلى على النبي يكسب. ده سمك العيد، سمك العيد. ومع هذا او ذاك فان السمك اكله شعبيه يبدو ان الاستغناء عنها عند المصريين صعبه حتى وان ارتفعت الاسعار. كيلو السمك ب 70 جنيه وبياخد سلطات وطحينه وشامل الحاجه بتاعته طحينه وسلطه خضراء وبابا غنوم. وبحسب الارقام فان مصر تنتج سنويا ما يصل الى 2 مليون طن من الاسماك، رقم تسعى الدوله الى زياده انتاجه بانشاء المزارع وتطهير البحيرات لخفض اسعاره بعد ان زاد استهلاكه بسبب التغيرات الدوليه وزياده السكان. هي صورة حقيقية إذا للواقع، صورة وإن كان المتحكم فيها نظام العرض والطلب، فإن تخفيض الأسعار بدأ هو الملمح الرئيسي بعد الجهود الحكومية. رمضان الشحات، قناة النيل للأخبار. عودة إلى فاطمة نبيل وفوزي جدل، إليكم زملائي. شكرا. شكرا لك شيرين. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الفترة الإخبارية الشاملة. شكرا لحضراتكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.